فيزياء العظام. تستجيب طبقة العظام للبيئة الفيزيائية إذا أدرجت داخل طبقة تجميع بها خاصية الفيزياء. وتتميز فيزياء العظام بمرونة الحركة، حيث تتفاعل كل عظمة مع المؤثرات الفيزيائية. أمامنا طبقة تجميع فيزيائي تحتوي على شكلين، نجمة وأرضية. في الوضع المعتاد تتحرك النجمة ككتلة واحدة دون تغيير في مكوناتها الفرعية، وعند إضافة عظام وضبط الإعدادات والقيود اللازمة فإن العظام تتفاعل مع مؤثرات الجاذبية والتصادم وغيرها، ويتغير الشكل حسب تفاعل العظام مع هذه المؤثرات. ويمكن إضافة قوة دفع للعظمة الرئيسية من خلال طبقة العظام. وتتوقف طريقة استجابة العظام للمؤثرات على حجم قوة الهالة المحيطة بالعظمة، ويتم التحكم في هذه القوة من خلال أداة فيزياء العظام بون فيزيكس، والتي تظهر تلقائيا مع أدوات العظام عند العمل في بيئة فيزيائية. ومن خيارات الأداة نتحكم في قوة الهالة من هذه الخانة، وهي تختلف عن قوة الهالة التقليدية التي تستخدم لربط العظام. نشغل بلي فنلاحظ تغيير موضع الشكل حسب حجم الهالة. وتسهل فيزياء العظام محاكاة حركة الشخصيات الكرتونية بعد ضبط القيود اللازمة للشخصية. أمامنا شكل سيارة وسلسلة وكرة، وتم تركيب العظام وضبط إعداداتها. نضيف الفيزياء للمجموعة ونخلي الجاذبية 5/10، ونثبت الأرضية، ونضيف قوة دفع للعظمة الرئيسية، ونشغل بلي فنلاحظ مرونة الحركة وتفاعلها مع حركة العظمة الرئيسية وقوة الجاذبية والاحتكاك والتصادم. ويمكن وضع أكثر من طبقة عظام داخل بيئة فيزيائية واحدة مع استجابة كل عظمة لمؤثرات البيئة. ويمكن تثبيت عظمة محددة ومنع تحريكها. نحدد عظمة هذه الكرة وننقر على أداة فيزياء العظام، ومن الخيارات نفعل تثبيت رأس العظمة فلا تتحرك لوك تيب. نشغل بلي فنجد الكرة تعيق الحركة. ويمكن عمل قوة دفع إضافية للعظمة الرئيسية من قائمة أنيميشن، ونختار نطش. وتتميز فيزياء العظام أيضا بإمكانية تمحور الحركة حول مركز العظمة الرئيسية. نصمم سلسلة ونضيف لها العظام، ونلغي الربط المرن، ونربط كل وحدة بعظمة. وندخل السلسلة في طبق التجميع، ونضيف لها الفيزياء، ونقلل الجاذبية، وفي طبقة العظام نفعل خيار التمحور حول مركز العظمة الرئيسية، ونشغل بلي فتتفاعل العظام بمرونة مع الجاذبية وتتحرك حول العظمة الرئيسية. وتوجد طريقتين لتشغيل موتور العظام. الطريقة الأولى من إعدادات طبقة العظام وتفعيل الموتور، فيتم تدوير العظمة الرئيسية وتتفاعل باقي العظام معها ومع مؤثرات الجاذبية وغيرها. والطريقة الثانية بتخصيص موتور لتدوير عظام محددة. أمامنا هيكل عظام لسيارة، نضيف لها الفيزياء، ونعمل تمحور للطبقة حتى لا تسقط بالجاذبية، ونحدد عظمتي عجلات السيارات، وننقر على أداة فيزياء العظام، ومن الخيارات نضيف قوة الموتور ونحدد سرعته، ونشغل بلي وتدور عجلات السيارة.